وكانت ثورتنا بحق تجربة حضارية ناجحة وإضافة لتجارب اللاعنف حتى وإن لم تكتمل أهدافها. اخترنا اللاعنف لرغبتنا في أن يشاركنا شعبنا كل مراحل التغيير، فنحن نغير بالناس وللناس. وكنا نعي جيدا أننا بهذه الطريقة نقطع الطريق أمام المستبدين حتى لا يجرونا لفعل شيء ضد طبيعتنا ولا يخدم أهدافنا بل يخدم أهدافه. قاومنا ظلم مبارك باللاعنف، ومن بعده المجلس العسكري، ومن بعدهم الإخوان. اختلف الاستبداد وسلاحنا واحد، السلمية واللاعنف. نؤمن أن للاعنف نتيجة واحدة وهي النجاح وإن طال الوقت، ولكن للعنف مخاطرتان: إما نجاح قصير الأجل ينتج استبدادا جديد، وإما اقتتال طويل الأمد. والأمثلة على ذلك كثيرة داخل مصر وخارجها في الماضي والحاضر. لهذا اخترنا اللاعنف حفاظا على بلدنا وحماية لشعبنا، ونثق في نجاحنا بإذن الله.